حبيبتي ان شاء الله. مشاهدينا هلا خلينا نروح نشوف الشيف غادة الحاج شو محضرت لنا ونرجع لكم. صباح الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم بوصفه جديده من وصفاتنا اللي ان شاء الله تعجبكم وتستحسنوها. اليوم رح نعمل معاكم حلو برضو ايطالي اللي هو تارت الفواكه البارد. المكونات عندنا بسكوت اللي بنستعمله للتشيز كيك، زبده دايبه، سكر بودره، كريمه، جبنة ريكوتا، وفواكه للتزيين. عندي هون تفاح أصفر، تفاح أحمر، برتقان، رمان، فراولة وعسل. وهلأ رح نبدأ معاكم. أول إشي رح نحط الزبدة مع، رح ندوب العسل مع الزبدة ونضيفهم على البسكوت، نعجنهم مع بعض منيح. طبعا ممكن نحط بديل للريكوتا الجبنة اللي متعودين عليها للتشيز كيك، او برضو ممكن جبنة المسكربونة او اي جبنة ممكن انتو تحبوها وتفضلوها. هون هلأ انا عم بدوب العسل مع الزبدة الدايبة عشان نفركها مع البسكوت، وهلأ بدنا نفرك البسكوت بالزبدة. طبعا يفضل انه نستعمل قالب التشيز كيك، بس انا هلا راح استعمل القالب اللي له قاعده متحركه لحتى يكون شكل ثاني. هيك فركناه منيح. هلا بجيب القالب، هي زي ما تشوفوا هي القاعده المتحركه حتى يسهل علينا انه نطلعه بس يكون جاهز. هلا بنضيف البسكوت لهون وبنرصه منيح. ناخذه شوي شوي. نطلع الجوانب. طبعا ممكن نستعمل هلا كاسه حتى نرصه اكثر، بيكون احسن من رصه الايد. الكاسه هيها عندنا. هذا طبق حلو سهل وسريع كثير برضه، بس يعني بده ساعتين بالثلاجه وبيكون جاهز لحتى ما تتماسك القاعده اللي عندنا اللي هي مع البسكوت مع الزبده، وبيكون جاهز وهو كلياته على البارد. نحط هلا كمان من هون لحتى تطلع علينا معنا على الجوانب. هلا هيك تقريبا معنا جاهز، هاي اخر اشي خلينا نرصه هون. معلش بياخذ شوي وقت، بده شوي طولة بال. هنا تقريبا خلصنا. هلا بدي بدنا نخلط الكريمة اللي بدنا نحطها عليه. خليني بس ننظف هون مع شوي. هلا بدنا نضيف الكريمة السائلة. مع جبنة الريكوتا والسكر البودرة. من
نخفقهم منيح لحتى ما نحس انهم تماسكوا مع بعضهم، ما بدها وقت كتير ان شاء الله. طبعا انت بتقدري تستعملي اي فواكه موسمية موجودة عندك، ما يعني ما تتأيدي بالانواع الفواكه اللي انا جايبيتها، ممكن تحطي كيوي، ممكن تحطي مانجا، موز، اي شيء. بس طبعا لازم تنتبهوا انه الموز والتفاح لما نقطعهم لازم نحط عليهم ليمون لحتى ما يسودوا، لانهم بتاكسدوا بمجرد انهم تعرضوا للهواء. هاي شفنا هيها بدت الكريمه تجمد معنا. حلو سهل وسريع، ما بده نستعمل جيلاتين زي باقي وصفات التشيز كيك. تقريبا هون صار جاهز معنا، بس بده خفقتين. هلا بنضيف الكريمة اللي جهزت عنا. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا اي نوع فواكه انتم بتحبوها او الفواكه الموسميه اللي بتكون موجوده عندكم تستعملوها. هذا برتقان اخترته يكون شوي صغير لحتى يتناسب مع حجم الفواكه اللي انا حطيتها. ممكن اذا لقينا التوت البري او الرازبري او البلاك بيري برضو بيعطيهم منظر حلو. هلا هون نحط الفراولة. زي ما شفتوا انه سريع وسهل وما بياخد وقت من ست البيت. هلأ بنحط الرمان. بهيك وصفتنا تقريبا بتكون جاهزة، بس لازم نحطها بالثلاجة شوي لحتى تتماسك معنا. بنحطها هلا بالفريزر وبنرجع لكم كمان شوي ان شاء الله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وعند القالب صار جاهز وان شاء الله ينال اعجابكم، وان شاء الله بنشوفكم بالمرة الجاية ووصفات تعجبكم اكثر. يعطيكم العافية.